بين الحين والآخر تتردد أسماء مرت على القلعة الحمراء وتركت بصمة واضحة في صفحات تاريخ الأهلي، لكن هناك أسماء صنعت التاريخ نفسه، ومن التاريخ تصنع الحاضر والمستقبل وفقاً لثوابت ومبادئ الأهلي التاريخية. مهندس صفقات الأهلاوية عدلي القيعي، وهو اللقب الذي اشتهر به نظراً لما يتمتع به من خبرات كبيرة ومهارات فائقة في التفاوض وقدرته العالية على حسم الصفقات المميزة والقوية لصالح الأهلي. على مدار سنوات طويلة ماضية نجح عدل القيعي في إبرام العديد من الصفقات تجاوزت 100 صفقة ضمت عدداً من نجوم القلعة الحمراء الذين ساهموا في تاريخ الأهلي، ومن أبرزهم مجدي طلبة، رضا عبد العال، إسلام الشاطر، فلافيو، أحمد حسن، أحمد فتحي، محمد عمارة، طاهر الشيخ، أحمد فيليكس، محمد أبو تريكة، عماد النحاس، محمد بركات، شريف عبد الفضيل، محمد ناجي جدو، محمد شوقي، ووليد سليمان وغيرهم. شغل القيعي مناصب عديدة في القلعة الحمراء، حيث تولى منصب مدير تنس الطاولة بالأهلي من عام 1965 إلى عام 1976، كما أسس مجلة النادي الأهلي عام 1974 كأول مجلة رياضية متخصصة تصدر عن نادي مصري، وكان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة بين 1975 إلى 1980، ومشرفاً عاماً على النشاط الرياضي في الفترة بين عام 1985 إلى 1987، ومدير عام النادي الأهلي في الفترة بين 1993 إلى 1998. كما كان المتحدث باسم النادي الأهلي في الفترة بين 1993 إلى 1998، وأنشأ أول إدارة في مصر للتسويق والاستثمار الرياضي في 2001، وكان مسؤولاً عن انتقالات اللاعبين وتطبيق نظام الاحتراف بالنادي الأهلي، وكذلك مستشار للجنة الكرة بالنادي الأهلي لشؤون الاحتراف وانتقالات اللاعبين. برهن عدل القيعي على حبه للأهلي قبل أي شيء عندما أسس مجلة الأهلي في السبعينيات كأول نادي مصري وعربي يفعلها، وكذلك عندما سافر على نفقته الخاصة إلى كندا ليحضر طاهر الشيخ للعب في الأهلي. وبدون مبالغة فإن القيعي صاحب فضل كبير على الكرة المصرية عندما كان أول من فكر في عقود الرعاية بشكلها الحالي، وأول من أسس إدارة تسويق رياضية لجلب أعلى سعر، وكان ذلك في منتصف التسعينيات. عدل القيعي أهلاوي يبذل كل شيء في سبيل حبه للقلعة الحمراء، وما يزال العطاء مستمراً.